ردا على تصريحات أردوغان، الخارجية المصرية تؤكد تحفظ القاهرة على القيادة التركية وسياساتها المتخبطة. أهلا بكم جديد، ونتحول إلى الشأن اليمني. قالت مصادر أمنية وطنية إن 7 أطفال قتلوا في اليمن الثلاثاء في قصف للمتمردين الحوثيين بصواريخ الكاتيوشا على مدينة مارب شرق العاصمة صنعاء. كان 4 جنود من عناصر الجيش اليمني والمقاومة لقوا حتفهم، وأصيب 8 آخرون في اشتباكات مع متمردي ميليشيا الحوثي صالح في مدينة تعز جنوب البلاد. تزامنا قتل مدنيون وأصيب آخران في قصف الحوثيين على الأحياء السكنية بالمدينة، بينما قصفت طائرات التحالف العربي مواقع الميليشيات بمديرية حيفان جنوب تعز، كما صدت القوات اليمنية هجوما على مواقعها في وادي الزنوج ومحيط الدفاع الجوي. تحطمت مروحية عسكرية تركية على متنها 15 شخصا في محافظة جرسون شرق شمال شرق البلاد على البحر الأسود. وقال رئيس الوزراء التركي بن علي بلدريم إن 5 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 10 آخرون بجروح بسبب فيما يبدو سوء الأحوال الجوية. وقد أفادت تقارير أن القتلى غالبيتهم من الضباط، وتحطمت المروحية في منطقة جبلية في المحافظة الواقعة على البحر الأسود وسط طقس غير مستقر. أمرت محكمة تركية بسجن 17 من المشتبه بهم بانتظار بدء المحاكمة لصلتهم بالهجمات الانتحارية التي استهدفت الأسبوع الماضي مطار اسطنبول التركي، وأسفرت عن مقتل ما يقدر بنحو 45 شخصا وإصابة العشرات. وباعتقال هؤلاء من المشتبه بهم يرتفع عدد المعتقلين على ذمة القضية إلى 30 بعد سجن 13 آخرين الأحد. كان 17 شخصا قد اعتقلوا في الأونة الأخيرة اتهموا بالانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة. كشف استطلاع حديث للرأي عن تقدم وزيرة الطاقة أندريا لاديسيون بفارق بسيط على وزيرة الداخلية تريزا ماي في السباق على زعامة حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا. هذا يدلي نواب حزب المحافظين اليوم بأصواتهم في الجولة الأولى من الانتخابات على زعامة الحزب لخلافة ديفيد كاميرون في رئاسة الوزراء. ومن المنتظر أن يتم إعلان النتائج مساء اليوم. ويشارك في السباق الانتخابي كل من وزير العمل والمعاشات ستيفن كارب ووزير العدل مايكل غوف وكذلك وزير الدفاع الأسبق ليام فوكس. وسيتم استبعاد المرشح الذي يحصل على أقل عدد من الأصوات في الجولة الأولى، بحيث يتبقى 4 مرشحين. هذا وتجرى الجولة الثانية من التصويت بعد غد الخميس. هذا وكانت العاصمة الفرنسية باريس قد شهدت قمة مع دول غرب البلقان وبحضور قادة فرنسا وألمانيا وإيطاليا لبحث تداعيات خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي. القمة ركزت على تنظيم التعاون بين دول البلقان وشركائها في الاتحاد الأوروبي، كما شدد المشاركون على أن خروج بريطانيا لن يثني دولهم عن دخول هذا التكتل الأوروبي. تصويت البريطانيين بخروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي لن يمنع دول منطقة البلقان السعية للحصول على عضوية التكتل من بذل المزيد من جهودها للدخول إليه، هكذا أكد قادة دول البلقان خلال القمة التي عقدت في باريس تحت رعاية الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند وبحضور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. أعتقد أن فرص العضوية الجديدة بالاتحاد حقيقية، وخروج بريطانيا بالفعل كان مفاجأة كبيرة ومخيبا للآمال بين أوساط الداعين للوحدة الأوروبية، لكن لا أعتقد أنه يمكن أن يضع نهاية للرؤية الأوروبية التي يمثل فيها الاتحاد الأوروبي ضرورة إذا ما أرادت أوروبا أن تحافظ على قدرتها التنافسية في العالم. دول البلقان التي نجت من الحروب والاضطرابات السياسية في فترة التسعينيات عبر قادتها عن تفاؤلهم بالانضمام على الرغم من العقبات التي ستعترض طريقها من أجل ذلك، خاصة وأن الاتحاد الأوروبي يجاهد من أجل البقاء متحدا بأعضائه 27. المشكلة بالنسبة لكثير من رؤساء الوزراء في أوروبا هي التشكك من اليورو، لكن بالنسبة لي هناك حالة من التفاؤل، فالألبان القادمون من ألبانيا وكوسوفا متفائلون للغاية،
ونحن ربما الأكثر استعدادا للانضمام للاتحاد في هذه المرحلة. من جانبهم طمأن زعماء فرنسا وألمانيا وصربيا والجبل الأسود والبوسنة وكوسوفا وألبانيا ومقدونيا من أن التصويت البريطاني لن يهدد خطط توسع الاتحاد الأوروبي في نهاية المطاف. وقمة باريس هي الثالثة من نوعها في إطار عملية برلين التي انطلقت عام 2014 بهدف تشجيع الإصلاح والتنمية في دول غرب البلقان الست التي مرت بمراحل عدة من عملية انضمامها إلى التكتل الأوروبي. دفع رئيس الوزراء الأسترالي ترامبال عن أدائه في الانتخابات العامة في أستراليا بعد دعوات له بالاستقالة مؤكدا أنه واثق من الحفاظ على منصبه. وبدأ مسؤول الانتخابات فرز 1.5 مليون صوت للمغتربين، وتلعب هذه الأصوات دورا هاما في نتيجة الانتخابات التي جرت يوم السبت والتي ما زالت النتيجة فيها متقاربة. من المرجح أن تستمر العملية لأيام وربما أسابيع لتترك أستراليا في فراغ سياسي بعد أن جاءت مرت ترامبول بالدعوة لإجراء انتخابات مبكرة بنتيجة عكسية بظهور تحول أكبر مما كان متوقعا تجاه حزب العمال المعارض الذي ينافس الائتلاف الحاكم المحافظ في الانتخابات. أعلنت اليابان والولايات المتحدة الأمريكية تفاصيل الاتفاق الثنائي الخاص بتضييق نطاق المعاملة التفضيلية بشأن الوضع القضائي الممنوح للمواطنين الأمريكيين في اليابان. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية والدفاع اليابانيين والسفيرة الأمريكية وقائد القوات الأمريكية في اليابان. ويحدد هذا الاتفاق السلطات والوضع القضائي المتعلق بالعسكريين الأمريكيين وكذلك المدنيين العاملين بالقواعد العسكرية الأمريكية باليابان. وتم التوصل إلى هذا الاتفاق بعد دعوات متزايدة من جانب جزيرة أوكايانو اليابانية والتي تستضيف معظم القواعد العسكرية الأمريكية الموجودة في اليابان، وذلك لمراجعة الاتفاق الذي أبرم عام 1960 بشأن التواجد العسكري الأمريكي داخل الأراضي اليابانية. احتفلت الولايات المتحدة بعيد الاستقلال الموافق 4 يوليو وسط إجراءات أمنية مكثفة. وقد أحيا ملايين الأمريكيين عيد الاستقلال عن بريطانيا باحتفالات وعروض موسيقية بالإضافة إلى عروض الألعاب النارية المعتادة. وقد شهدت المدن الكبرى مثل نيويورك وشيكاغو تدابير أمنية مكثفة ودوريات شرطية إضافية خلال العطلة التي عادة ما تكون الأكثر عنفا خلال العام وتشهد ارتفاعا في نسبة استخدام الأسلحة النارية. أعلنت السلطات الصينية ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات والأمطار الغزيرة التي تشهدها البلاد على نحو 130 قتيلا وما يقدر بنحو 42 مفقودا. كانت الانهيارات الأرضية والفيضانات قد اجتاحت 11 إقليما في أنحاء البلاد، وذلك جراء الأمطار المستمرة منذ نحو 4 أيام، ما أسفر عن تدمير 22 ألف منزلا وتشريد أكثر من 1,300,000 شخص. هذا قد قدرت السلطات الصينية الخسائر المادية جراء هذه الموجة والتي تعد الأسوأ في البلاد منذ عام 1900.